الجديد عند الجميلة بوسي في 2017؟ ان شاء الله ينزل لي فيلم قريب، يعني على نص السنة ان شاء الله. ربي يبارك فيك يا حبيبتي. ان شاء الله يبقى بطولتي قدام استاذ احمد رزق طبعا، وكاست كبير طبعا من نجوم استاذ بيومي فؤاد واستاذ هياتم، مش عايزه انسى حد، ومحمود الليسي، يعني مش عايزه افتكر حد وانسى حد عشان كلهم حبايبي. وان شاء الله يبقى اخراج استاذ شادي علي. بالتوفيق، ده في نص السنه ان شاء الله. في نص السنه ان شاء الله. ان شاء الله. تقولي ايه اللي حصل الفتره اللي فاتت للموسيقار حلمي بكر، ونقول تعليقاته او الموقف اللي حصل بينه وبين استاذ احمد عدويه؟ طبعا حاجه تحزن، يعني الكلام اللي حصل، وانا طبعا مع احترامي للاستاذ حلمي بكر طبعا كبير، استاذ احمد عدويه ده حاجه عمرها ما تحصل تاني، ده حاجه كده مش عارف اقولها ازاي، بس عمرها ما تتكرر تاني. يعني احمد عدويه ده عمده الغنى الشعبي، يعني بالنسبه لنا وبالنسبه للناس كلها وبالنسبه لاي حد وبره وفي العالم كله، احمد عدويه ده اسم كبير قوي، اسم كبير جدا فعلا، يعني حاجه تقيله، حاجه تقيله بجد. يعني ربنا يديه الصحه يا رب ويخليه لينا ويخليه لاهله، وانت مش هتتكرر تاني. تحب تغني معاه لو جات لك الفرصه؟ طبعا طبعا، ده شرف كبير ليا، شرف كبير وشرف عظيم ليا ان انا اشتغل معاه.